بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله هنبدأ في الفيديو ده نشرح منهج الكالكولس. هنبدأ الشرح من البداية خالص. في البداية هنبدأ بمراجعة على الفانكشنز. طبعا لو حد عنده اي مشكلة في اي حاجة انا بشرحها يبقى يقول في الكومنتات. انا هبدأ بالفانكشن، هحاول ادي مراجعة سريعة كده على التقسيمة بتاعت الفانكشنز، وبعد كده هندخل على الانواع بتاعت الفانكشنز، وبعد كده الدومين والرينج والكودومين والحاجات دي، وبعد كده هندخل على الديفرنشيشن، وبعد كده الانتجريشن. المهم، فلو حد عنده في حاجة معينة أنا ما ذكرتهاش وهو عنده مشكلة فيها يبقى يقول في الكومنتات. لو عاوز أمثلة أكتر برضو تقول في الكومنتات، وأنا هحاول أوفر كل حاجة إن شاء الله، بحيث إن يكون ده منهج متكامل لأي حد بيدرس التفاضل والتكامل. في البداية خالص التعريف البسيط بتاع الفانكشن، ان انت عندك فانكشن دي عبارة عن رول، ماشي، بي اساين اتش اليمنت ان اكس ست، حيث الاكس ست دي هتبقى الدومين بتاعي، تو ست واي يعني اللي هي دي الكودومين. والرمز بتاعها بيكون كده اف فروم اكس تو واي. الاكس ده هو الدومين والواي دي هي الكودومين، وعندك الاف هي الرول بتاعتك. طيب ناخد مثال قبل ما نشوف ايه الدومين والكودومين والحاجات دي. انت عندك، انا اعتبر ان ده مفتوح، انت عندك الفانكشن او الدالة دي كأنها ماشين دي الاف، وعندك هنا بيدخل من هنا اكس بتنتمي الاكس، وبيطلع هنا واي بينتمي للواي. كمثال على كده عندك مثلا الواي دي بتساوي عندك المشين بتاعتك اف بتاخد اكس ينتمي الاكس وبتطلعه للواي. الرول بقى بتاعتك اللي هي الاف دي ممكن تكون مثلا اكس تربيع، فانت هنا وطبعا الاكس ده والواي ده بيكون الدومين والكودومين، فمثلا هنا تبقى الاف معرفه على الريال نمبر كلها. فانا لو خدت هنا مثلا اي رقم بينتمي للار، هناخد مثلا الواحد بينتمي للار ودخلته هنا، فهيطلع لك هنا ان الواي بيساوي واحد تربيع اللي هي واحد. طيب لو انا اخدت السالب واحد برضو بتنتمي للار، فهيطلع لك هنا لما تدخل سالب واحد هنا او في المشين يعني سالب واحد تربيع هيطلع لك الواي بتساوي واحد برضو. وبالتالي انت عندك هنا الفانكشن دي بتاخد كل القيم الممكنة، طبعا لان الار هنا هي الريال نمبر كلها، الريال نمبرز كلها، فانت اي قيمة هتقدر تاخدها الفانكشن دي. وطبعا هنا هيطلع لك او الكودومين بتاعك هو جميع القيم الممكنة، وطبعا هنا هنلاحظ ان جميع القيم الممكنة هتكون هي عبارة عن او بتكون موجبة فقط، وبالتالي البوزيتيف نمبرز فقط. وبالتالي لو جينا نرسم الدالة دي عندك ادي الاكس وادي الواي،
الدومين بتاعك هو جميع الريال نمبرز، هنلاحظ هنا حاجة مهمة، إن إحنا عندنا الدومين طبعا ده بالعربي هو المجال، وده هو الأرض كلها، أي قيمة في الريال نمبرز تقدر الداتا تاخدها، وعندنا هنا الكودومين، كودومين احنا معرفين الداله على ان الكودومين يكون الار برضو. هنلاحظ هنا حاجه مهمه، طبعا الكودومين ده هو مختلف عن اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو الرينج. هنلاحظ هنا ان الرينج مختلف عن الكودومين. الرينج ده هو المدى اللي انت كنت بتدرسه بالعربي ايام الثانويه. الرينج هنا هنلاحظ ان هو جميع القيم الموجبه من صفر لحد المدى النهائي. طبعا بتختلف الإشارة للفترة المغلقة والمفتوحة من كتاب للتاني، فاحنا هنا ممكن نشير للفترة المفتوحة، أو لو احنا عاوزين نغلق يعني بنشير بالقوس ده، ولو نفتحها بنشير بالقوس ده. في اللي بيشير للفترة المفتوحة والمغلقة بكده، فده أو ده مش هتفرق يعني، المهم إن أنت تبقى عارف إن ده أو ده بيعبر عن إن الفترة مفتوحة. خلاصة اللي إحنا قلناه لحد دلوقتي إن إحنا عندنا الفانكشن أو الدالة دي عبارة عن رول أو قاعدة معينة، أو ممكن نعتبرها إنها ماشين. الماشين دي بدخل لها إليمنتس في الإنبوت وبيطلع لي أوتبوت على حسب الرول بتاعتك، بيختلف الأوتبوت بتاعك لنفس الإنبوت. فإحنا هنا عندنا الـ Fx تساوي x سكوير، فلو أنت حطيت هنا واحد الدالة هنا هتربعه وتطلعه واحد، اتنين الدالة هتربعه وتطلعه اربعة، سالب اتنين الدالة هنا هتربعه وتطلعه اربعة برضو. لو انت حطيت مثلا عندك فانكشن تانية اف اكس او خليها جي اكس بتساوي اكس مثلا، فدي الايدنتيتي. لو انت حطيت اي عنصر او عطيتها اي انبوت هتطلع لك الاول بتاعها نفس الانبوت، فالاثنين مختلفين على بعض على حسب الرول بتاعتك. طيب احنا عندنا هنا الفانكشن دي بقدر ان انا بعمل ريستريكشن ل الانبوت بتاعي والاوتبوت بتاعي. فهنا الريستريكشن ده هو عندي دومين معين، يعني عناصر معينه اقدر ادخلها في الانبوت، وعناصر معينه اقدر ان انا اخدها من الاوتبوت على حسب الريستريكشن بتاع او الرول اللي عندك يعني. فانا هنا ممكن اعرف الداله بتاعتي على الار كامله، فانا عندي الدومين هو الار والكودومين هو الار برضو. لاحظ هنا ان الكودومين بيكون مرتبط بتعريف الداله، لكن القيم الممكن ان هي تطلع من الداله دي بنسميها الرينج، ممكن الاثنين ينطبقوا مع بعض وممكن الاثنين يختلفوا عن بعض. اتمنى ان انت تكون فاهم لحد دلوقتي. نيجي بعد كده لحاجه مهمه بقى، احنا عندنا هنا زي ما قلنا دومين كودومين و رينج، وعندنا كذلك في التعريف بتاعنا قلنا ان دي رول بتاساين اتش اليمنت ان اكس تو تو واي. هنلاحظ هنا ان احنا عندنا أربع حاجات ممكن يحصلوا.
ركز معايا في الاربع حاجات دول. الاربع حاجات دول بيعبروا عن فانكشنز، يعني ده وده 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 عباره عن فانكشن، بس في اختلافات ما بينهم. هنلاحظ اول حاجه ان احنا عندنا عشان تكون عندي فانكشن فلازم حاجتين، يبقى هنا اف فروم، هنسمي ده اكس وده واي، فروم اكس تو واي از ا فانكشن اف اند اونلي اف. اول حاجه ان انت عندك افري element in x is related to some element in y. تاني حاجة no element in x is related two more than one element in y. لازم نفهم الجملتين دول كويس جدا. اول حاجة ان every element in x is related to some element in y، لازم يكون كل العناصر الموجودة في الدومين بتاعك رايحة لعنصر معين في الـ y. ده اول حاجة. فاحنا لو بصينا هنا هنلاقي ان الواحد رايح للـ a، الاثنين رايحة للسي، التلاتة رايحة للدي. هنا نفس الكلام، كل العناصر اللي في الاكس رايحة للواي، كل العناصر اللي في الاكس رايحة للواي، كل العناصر اللي في الاكس رايحة للواي. ده أول شرط. تاني شرط no element in x is related to more than one element in y. يبقى أنت عندك هنا مفيش ولا واحد في الاكس رايح لأكتر من واحد في الواي. فاحنا لو بصينا هنا هنلاقي ان انت عندك لو رجحت من الواي، لو رجحت من اي عنصر من الواي للاكس هتلاقيه رايح لواحد فقط. فهنا رايح للواحد بس، هنا رايح للاثنين، هنا رايح للثلاثة، هنا رايح للواحد، هنا رايح للاثنين، رايح للثلاثة، رايح للاربعة، رايح للواحد اثنين ثلاثة اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة. طيب عشان تفهم حاجات عكس دول، فهناخد هنا لو انا مثلا عندي حاجه زي كده 1 2 3 4 اي بي سي دي، لو انا مثلا ده كده ده كده ده كده، فلاحظ هنا ان الشرط الاولاني ده ما تحققش. انا عندي هنا الاربعة مش رايحة لحاجة، وبالتالي هنا دي نوت فانكشن. طيب نشوف الشرط التاني كده، واحد اتنين تلاتة اربعة اي بي سي دي، أبص ألاقي هنا مثلا ده كده ده كده. دي برضو نوت ممكن ناخدها برضو عشان ده تبقى كاملة كده مثلا. دي نوت a function. ليه؟ رغم ان انت عندك الشرط الاولاني يتحقق ان every element in x رايح لايه؟ لإليمنت ان y، ولكن هنبص هنا هنلاقي ان انت لو جيت من ال y وراجع هتبص تلاقي ان ال a رايح للواحد وفي نفس الوقت رايح للاربعه، ال b رايح للاثنين، ال c رايح للثلاثه، وال d رايح للثلاثه نفس العنصر. لاحظ هنا ان الشرطين دول لازم يتحققوا مع بعض، ان كل عنصر في ال x رايح لل y بغض النظر رايح فين، بس هو رايح لعنصر في الواي. تاني حاجة ان انت لو رجعت بالسهم بتاعك من الواي للاكس اللي هي البري ايمج، يعني هتلاقي ان انت رايح
او في سهم واحد فقط رايح لكل عنصر من الواي للاكس. يبقى كل هتلاقي ان في سهم رايح من الاكس للواي، كل سهم او كل عنصر في الاكس طلع منه سهم رايح للواي، وفي نفس الوقت لو انت راجع من الواي للبري ايمج بقى، فانت هنا هتلاقي ان كل عنصر في الاكس راجع له سهم واحد فقط مش اكتر من سهم، زي ده مثلا اهو، هنا راجع له سهمين وبالتالي ما ينفعش، رغم ان كل واحد هنا رايح لواحد هنا. اعتقد ان انت استوعبت الفكرة. طيب عشان تفهم اكتر تعال ناخد فانكشن مثلا عشان نفهمها. يعني مثلا هنا لو انا عندي الاكس عبارة عن مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة، وعندي الواي بتساوي واحد اتنين تلاتة اربعة برضو، وعندي هنا العلاقة، في عندي الريليشن، الريليشن دي بتقول لك معرفة ان انت عندك الواي اكبر من، او نخليها الاكس اكبر من الواي، الاكس خليها الاكس اكبر من الواي. فانت عندك دلوقتي الريليشن دي، الاكس اكبر من الواي، هنشوف هنا الواحد مش اكبر من الواحد، الواحد مش اكبر من اتنين وهكذا، وبالتالي مش هينفع هنا الاتنين والواحد، طبعا بعد كده مش هتنفع، التلاتة تبقى تلاتة وواحد، تلاتة واتنين فقط، بعد كده الاربعة تبقى اربعة وواحد، اربعة واتنين، اربعة وتلاتة. دي عبارة عن ريليشن لو انت عارف يعني ايه ريليشن، ولكن not function. لو انت جيت ترسمها هتلاقي كده، عندك ده ادي الاكس الدومين بتاعك، وادي الواي الكودومين، تطلع هنا عندك الاتنين رايحة للواحد، وعندك التلاتة رايحة للواحد ورايحة للاتنين، وعندك الاربعة رايحة للواحد ورايحة للاتنين ورايحة للتلاتة. هتبص تلاقي هنا للواحد مش رايح، مش طالع منه حاجة، وبالتالي دي نوت فانكشن بس ريليشن. طيب المثال ده نقدر ناخد مثلا دالة، ما ينفعش طبعا احنا بنقول نوت ريليشن نوت فانكشن، ناخد مثلا اكس سكوير بلس واي سكوير بتساوي سي. عندك دي دايرة المركز بتاعها هو السنتر او الاوريجين، السنتر هو الاوريجين، لو جينا نرسمها تبقى كده، عندك ده جذر السي، خلي دي سي سكوير يبقى ده السي، خليها كده عشان ما تبقاش شبه الكومبلكس نمبرز، ده السي بتاعه. المهم احنا عندنا هنا لو انت خدت مثلا نقطة معينة اكس تنتمي للاكس، فهتبص تلاقي ان انت عندك الاكس دي طلع منها سهمين، واحد رايح دي هنسميها واي 1 ودي هنسميها واي 2. طبعا انت هنا الواي 1 بتساوي سالب واي 2. المهم فانت هنا دي نوت برضو نوت فانكشن. اعتقد ان انت استوعبت الفكرة، الفرق ما بين الفانكشن والنوت فانكشن. طيب نيجي بقى للاربع حاجات دول، الاربع حاجات دول الله اكبر الله اكبر، هناخد دي بقى وبس. الاربع حاجات دول اربع انواع من الفانكشنز. النوع ده
تعال نعملهم تاني هنا. عندنا الاربع انواع دول عباره عن functions. الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ما بينهم ان انت عندك هنا في الواي اللي هو في الكود ومين البي مش ايمج لاي عنصر هنا، وفي نفس الوقت كل عنصر لو انت رجعت من اي واحد من الايه هتلاقيه رايح لايه؟ لواحد فقط من الواي، هتلاقيه رايح لواحد فقط من الاكس. بنسمي النوع ده، هتفهم دلوقتي يعني الحته دي، بنسمي النوع ده 1 تو 1 او انجكتيف. طيب لو انت بصيت هنا هتلاقي ان الكو دومين والرينج الاثنين واحد، يبقى هنا انا عندي الكو دومين بتاعي هو الرينج. في الحاله دي بنسمي الفانكشن بتاعتنا او بتكون عباره عن سبجكتيف فانكشن او انتو، يبقى دي انتو او سبجكتيف. طيب زي ما قلنا لو رجحت من الاي رايح هنا للاكس تلاقي رايح هنا البري ايمج بتاعك، يعني هنا الاي راح راجع للواحد، السي للاثنين، الدي للثلاثة. بص هنا كده الاي للواحد، البي للاثنين، السي للثلاثة والاربعة. وبالتالي انت عندك هنا دي نوت 1 تو 1. 1 تو 1 من اسمها ان كل واحد في الاكس رايح لواحد فقط في الواي، هنا الثلاثة والأربعة رايحين للسي، وبالتالي دي نوت 1 تو 1. يبقى دي عبارة عن إيه؟ أو دي نوت 1 تو 1 أو نوت انجكتيف. طيب لو بصيت هنا أنت عندك الكودومين لا يساوي الرينج، عندك البي هنا بتنتمي للكودومين ولكنها لا تنتمي للرينج بتاعك او الايمج بتاعت الاكس، وبالتالي بنسمي دي او دي بتكون نوت سبجكتيف. هنا انت عندك هنا اول حاجه ان انت كل عنصر في الاكس راح لعنصر واحد فقط في الواي، وبالتالي دي عبارة عن 1 تو 1 أو انجكتيف. وفي نفس الوقت أنت عندك الكود ومين هو نفسه رينج، يبقى دي في نفس الوقت
اونتو او سبجكت. طيب نبص هنا هنلاقي ان احنا عندنا الكودومين بتاعك فيه الدي والدي مش في الرينج، وبالتالي دي نوت سبجكت او نوت اونتو. طيب نبص لدي كده هنلاقي ان احنا عندنا نوت 1 تو 1 لان الثلاثه والاربعه رايحين للسي، وبالتالي دي نوت 1 تو 1 وفي نفس الوقت نوت اونتو. طبعا اهم واحده عندنا هي دي، دي 1 تو 1 وانتو. هنعرف بعدين ان اي داله بتكون 1 تو 1 اند اونتو بيكون اسمها بايجكش بايجكتيف، ودي بيكون لها انفرس. طيب ناخد امثله لدوال من النوع ده. لو احنا عندنا الفانكشن بتاعت معرفه من الار تو ار وعندك هنا الواي بتساوي اف اكس بتساوي اي اس اكس، لو جيت رسمت الفانكشن دي هلاقيها كده. انت عندك هنا الدومين بتاعك هو الار، والكودومين في التعريف بتاع الداله دومين هو الار برضو، ولكن هنا الرينج بتاعك من صفر للملا نهايه، وبالتالي هنا الرينج لا يساوي الكودومين. وانا عندي هنا لو انا بصيت هلاقي ان الداله دي 1 تو 1، زي ما قلنا 1 تو 1 معناها ان كل اكس بتنتمي للدومين بتاعك بتروح لواحد فقط في الكودومين، وبالتالي لو انت طرحت كده هتلاقي ان كل واحد رايح لواحد فقط. طبعا بنقدر ان احنا نتحقق من الحته دي ب الهوريزونتال لاين تيست. الهوريزونتال لاين تيست اللي انت بتاخد لو انت خدت اي خط افقي هتلاقيه بيقطع عند نقطه واحده فقط من الكيرف، وبالتالي دي 1 تو 1 ولكن نوت اونتو. طيب نيجي هنا هناخد دالة اونتو ولكن نوت 1 تو 1. عندي الاف بتاعتي، طبعا ملاحظة برضو لو انا هنا في التعريف بتاع الدالة خليتها من ار تو صفر وما لا نهاية، فانا هنا خليت الكودومين بتاعي من صفر لما لا نهاية اللي هو نفسه هيبقى الرينج، وبالتالي هنا الدالة هتبقى بايجكشن او هتكون 1 تو 1 وفي نفس الوقت اونتو، وبالتالي هنا هيكون ليها انفرس. هي طبعا احنا هنا لما بنحصر المجال من صفر لما لا نهايه المدى من صفر لما لا نهايه بنعرف ان الداله دي ليها انفرس، طبعا الانفرس بتاعها لو انت عايز تجيبه يعني بيكون كده، وده بيكون لين اكس. المهم طيب نيجي هنا الداله بتاعتي التعريف بتاعها اف من ار تو ار، الواي بتساوي اف اكس بتساوي اكس اس 3 ناقص اكس. لو جينا نرسم الداله دي هنلاقيها بالشكل ده، انا عندي
الدالة دي الرينج بتاعها هو الار من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية، ولكن الدالة دي نوت 1 تو 1. ليه نوت 1 تو 1؟ لان انت عندك هنا لو انت خدت في عندك خطوط افقية او horizontal lines هتلاقيها بتقطع الدالة بتاعتك في اكتر من نقطة. بمعنى تاني ان انت هتلاقي لنفس القيمة، لنفس القيمة اللي في الكودومين في عندك هنا او related to اكتر من قيمة في الدومين بتاعك. فانت هنا مثلا السالب واحد اف سالب واحد هي نفسها الاف صفر، هي نفسها الاف واحد هي نفسها الصفر. وبالتالي هتبص هنا هتلاقي ان انت عندك ادي الصفر اهو، وهتلاقي ان انت عندك الصفر ده طالع من سالب واحد وفي نفس الوقت من الصفر في نفس الوقت من الواحد اللي هو شبه دي قلنا نوت 1 تو 1، وشبه دي قلنا نوت 1 تو 1. لكن لو انت بصيت هنا هتلاقي ان انت دي 1 تو 1. طيب لو انا عاوز اخلي الدالة دي 1 تو 1 ممكن اعمل ريستريكشن للدومين بتاعي، اخلي مثلا الدومين بتاعي من 1 لما لا نهاية. فبالتالي لو خليت ده من 1 لما لا نهاية فانا عندي هاخد الجزء ده بس فقط اللي هو من هنا لحد ما لا نهاية، وبالتالي هيكون هنا الدالة بتاعتي 1 تو 1. وبالتالي انا بقدر اتحكم في التايب بتاع الدالة بتاعتي لو انا حصلت عملت ريستريكشن للكودومين او الدومين بتاعي. طيب ناخد دالة من ال 1 تو 1 وال 1 تو، هناخد مثلا اف من ار تو ار الواي بتساوي اف اكس بتساوي اي اكس زائد بي، ده خط مستقيم. لو جينا نرسمه طبعا على حسب الاي والبي هيبقى الشكل بتاعك عامل ازاي، على حسب الجزء المقطوع او الواي انترسبت و والاسلوب بتاعك. فمثلا ايا كان هيكون عامل ازاي، فانت عندك هنا هتلاقي ان ده لو انت خدت اي هوريزونتال لاين كده هتلاقي بيقطع المنحنى بتاعك في نقطة واحدة، وبالتالي ده 1 تو 1. في نفس الوقت ان انت عندك الكودومين بينطبق على الرينج، وبالتالي ده انتو، وبالتالي الفانكشن دي لها انفرس ودي باي جيكشن باي جيكشن. طيب نيجي بقى على اخر نوع معانا اللي هو نوت 1 تو 1 ونوت 1 تو. نفس الكلام لو احنا عرفنا الاف فروم ار تو ار وعندك الرول بتاعتك اف الواي بتساوي اف اكس تساوي اكس سكوير، فدي لما اجي ارسمها دي دالة تربيعية بالشكل ده. هبص الاقي ان انا عندي اول حاجة ان انت لو خدت اي horizontal line كده هتلاقي بيقطع الدالة بتاعتك في نقطتين. معنى كده ان انت عندك لنفس الواي هتلاقي ان في هنا دي طالعة من سالب اكس ومن اكس، وبالتالي هنا نوت 1 تو 1، يبقى دي عبارة عن نوت 1 تو 1. طيب
تاني حاجة ان انت عندك الرينج بتاعك من صفر للما لا نهاية، وبالتالي وانت عندك هنا الكودومين عبارة عن الار، وبالتالي هنا الرينج لا يساوي الكودومين، وبالتالي دي نوت سرجكتف او نوت اونتو. طيب لو انا عاوز اخليها سرجكتف سهل جدا، هتحصل هنا الكودومين بتاعك هتخليه من صفر لما لا نهاية، وبالتالي كده هتبقى سرجكتف. طيب لو انا عايز اخلي الدالة دي 1 تو 1، فانت هتحصر الدومين بتاعك، هتاخد مثلا الجزء ده او الجزء ده. فانا لو خليت مثلا الدومين بتاعي من صفر لما لا نهاية، وبالتالي الدالة دي بقى عليها هتبقى في الحالة دي لها انفرس، هتبقى بايجكشن، لان انا حصرت الكودومين والدومين بتاعي بحيث ان انت عندك الدالة تكون 1 تو 1 وفي نفس الوقت اونتو. اعتقد ان انت استوعبت الفكرة الاساسية في الموضوع، فهمت الفرق ما بين الاربع انواع دول، عندك 1 تو 1 و 1 تو 1 وانتو، عرفت ان دي 1 تو 1 ولكن نوت اونتو، دي اونتو نوت 1 تو 1، دي 1 تو 1 اند اونتو، دي نوت 1 تو 1 ونوت اونتو برضه. وعرفنا ان احنا ممكن نتحكم في او ممكن نخلي الداله بتاعتنا بايجكشن اللي هي كلها انفرس، يعني لو احنا حصرنا الكودومين او الدومين بتاعنا. ان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل في الفانكشنز، وبعد كده وبعد ما نخلص الفانكشنز هندخل بقى على التفاضل ان شاء الله. لو حد عنده اي تعليق او اي حاجة محتاجها يعني بيكتبها في الكومنتات. بالتوفيق والسلام عليكم.